خلينا نيجي بقى لأخبارنا، وزي ما بيقولوا إيه اللي حضر العفريت طلع له. فاكرين آخر حلقة كنا فيها مع بعض قلت لكم هو أنتوا تفتكروا الحزب الديمقراطي هيسيب كده الانتخابات الأمريكية تمشي والصناديق تقول كلمتها؟ أكيد لأ. حاجات كنا مش عارفين إيه بصراحة، ولحد دلوقتي محدش عارف اللي بنشوفه غير اللي أكيد أكيد بيترتب. يعني اللي حضر العفريت طلع له كورونا، جات اهو جاله كوفيد الرئيس بايدن، جاله لوحده، حد بعته له، ما حدش عارف. المهم الراجل فجأة سكت خالص، تعبان، ولسه كان قبلها بيوم انا قاعد ومش ماشي وانا مجمع وانا سيبوني وانا اقول وانا مش هقول. لكن اللي حصل ان فجأة كتب كلمتين كده وحط لنا جواب على السوشيال ميديا. طب اطلع، احنا عارفين انك تعبان، يعني قول طب حتى يعني نظرا لظروفي وهطلع اكلمكم، مش الجواب كله كده. في معانا صورة ليه، الا انه صورة للليتر بتاعه، الا انه بايدن في ناس قالت لا ده على فكرة مش هو تعبان وحس بعد بقى ما جات له كورونا انه مش هيقدر يكمل، هو من بنات افكاره يعني، ولا هو لوحده، ولا حد زقه او قال له اعمل ده. هيبان او اذا كان هيبان يعني، الا انه طلع بعد فترة بقى قالوا له لا عيب، الناس الجماهير عايزة تسمع صوتك وحاجات كده. والخبر بيقول بالدموع والأحضان صور العائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، صور قصدي العائلة بتظهر في نفس الغرفة خلال إلقاء خطاب تسليم الشعلة. هم قاعدين حواليه ابنه هانتر اللي كان قال لا ما تمشيش، لا ما تمشيش يا بابا، وجيل بايدن لا مش هيمشي، لا مش هيمشي، إلا أنهم يعني مجبر أخاك لبطل. في صورة كده بينه وبين هانتر لو نبص عليها تحس بقى لا ميك اب ولا حاجات تبين انه هانتر، تحس فعلا بكبر سنه. يا جماعه احنا مش ضد خالص سنه، احنا ضد قراراته. ممكن يكون واحد كبير في السن واكبر منه بكتير بس تكون قراراته، او هو قادر يعمل ده، لكن هو ما كانش قادر يعمل ده، وده كان اعتراضنا. الا ان خليني يعني انا معايا تقرير ان بيقولوا ان انقلاب القصر على بايدن كانت مؤامرة مدبرة ليه ومن فترة طويلة. وبرضو في ضمن الحاجات اللي كنت قلتها لحضراتكم انا يعني بقولها كده، بقول يا ترى كانت المناظرة اللي كان بايدن عاملها، هل ما كانش في حد حواليه كده عارف انه ما يعرفش يعملها، ما يقدرش عليه مع ترامب، ولا هم قاصدين يطلعوه كده؟ والظاهر انهم كانوا قاصدين يطلعوه كده. نشوف مع بعض التقرير ده. لم يكن انسحاب الرئيس الامريكي جو بايدن من السباق الرئاسي الى البيت الابيض وليد لحظته، بل جرى التخطيط له قبل وقت طويل. هيجي دورها كامله، بس خلينا نكمل مع بايدن الاول. كشف صحفي امريكي سيمور هيرش ان اوباما اجبر بايدن انه يعني وحصل منه على انه اخبر بايدن انه حصل منه على موافقه من كاميلا هاريس لاستدعاء الحمايه ضد العجز الرئاسي، وهدده بالعزل من منصبه بموجب التعديل ال 25 للدستور الامريكي ما لم ينسحب من السباق الرئاسي. ده خبر صحفي بيقوله واسمه موجود واعلن كل حاجه. هل بايدن، هل نانسي، ما هي نانسي صاحبته قوي ولها دلاله عليه، وهي لوحدها قبلها طلعت وقالت ان بايدن ما ينفعش يكمل، فيعني ما حدش عارف بصراحه. بايدن في الفتره دي ما زال لسه رئيسنا، يعني هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه لحد ما يا رب يا رب يختار الصالح. يا رب ندعي كلنا، الله يخليكم. بايدن بيخطط لكشف عن تعديلات دستوريه تشمل الحد من حصانه الرؤساء وإجراء إصلاحات بالمحكمة العليا ردا على حكم المحكمة في الأول من يوليو بأن الرؤساء محميين من الملاحقات القضائية على الأفعال الرسمية أثناء فترة وجودهم في مناصبهم. هل القرارات دي واللي ما أعتقدش أن الكونجرس هيوافق عليها، على فكرة الكونجرس أخذ أجازة اليومين دول، حب بقى يروح يصيف اليومين دول علشان خاطر تعب من اللقاء الأخير بتاع نتنياهو،
فساب كل حاجه، القوانين والاغلاق، وراح يعني يستجم. هل بقى لما يرجع ان شاء الله ويروق كده هيوافق على الكلام ده؟ ما اعتقدش. فحاجه يعني اهو انا موجود يعني.